لو قلت لك كتاب قريتيه وغير حياتك، حياتك أوف. قبله حاجة وحياتك بعده حاجة تانية، وليه؟ أوكي، في مؤلفة تركية اسمها إليف شفق. إليف شفق من الناس اللي أنا بحب أقرأ لهم جداً جداً، وكانت دي قواعد العشق الأربعون؟ طبعاً قواعد العشق الأربعون من أكتر كتب اللي حبيتها لها، مع إنه ما كانش أول حاجة أقرأها. لكن قريت كتاب ليها بعد كده، الفكرة اللي وراه غريبة قوي عليا، كان أول مرة أتصور إن حد ممكن يفكر في حاجة زي دي. وهي الفكرة بتقوم على إنه كان في فكرة بتقول إنه الشخص لما بيموت عقله بيفضل واعي 10 دقايق و38 ثانية. اسم الكتاب إيه؟ اسمه كده 10 minutes and 38 seconds. أوكي. حاجة كده يعني. والكتاب كله عن قصة حياة واحدة هي بتشوف حياتها بقى في العشر دقايق والثمانية وثلاثين ثانية دول. وده خلاني أفكر إنه دايماً كنا بنسمع الكلمة بتاعة أصل الواحد شريط حياته بيعدي من قدام عينيه في آخر لحظات، مش بس مش بنفكر قوي في تفاصيل حاجة زي دي. فلما قريت الكتاب ده خلاني أبص بشكل مختلف على حياتي في العموم، إن الواحد بيبقى متصور إن في لحظات معينة هي دي اللحظات الأيكونيك اللي هتفتكريها، وبعدين بتلاقي إنه لأ، ممكن تكون مش دي، ممكن تكون لحظات أبسط بكتير، ممكن تكون يعني فكرة شوية غريبة، بس حسيت إنه طب أنا فهماكي، بس أنا عايزة بقى أعرف لما بصيتي هقولك بقى على شريط حياتك إيه اللحظات بالظبط. ما هو ده بقى اللي خلاني يعني ما بصيتش، مش ده بالظبط اللي حصل، مش إن أنا بصيت بقى على شريط حياتي، بس خلاني أدرك إنه لأ، هو في لحظات أنا ممكن أبقى حاسة إنها لحظة عادية وهي مش عادية، وهي مش عادية. فبقيت بركز قوي في لحظات ممكن تكون صغيرة عشان بحس إن هي دي اللحظة اللي أنا عايزاها تفضل معايا مثلاً. حاجة مهما كانت بسيطة، بس بقيت بركز إن حاجة لو مهما كانت صغيرة إن ما تعديش كده. أنت بقيتي بتهتمي بكل حاجة بالزبط. عشان كل حاجة ليها قيمة في حياتك. بالظبط بالظبط. مظبوط؟ بالظبط. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.